طب انا عندي برضو سؤال ليكي، هتبتدي اما يعني ساندري ان شاء الله تبتدي تدخل بطولات دولية، انت هتقدري تنظمي الدنيا ازاي؟ تنظمي الوقت ازاي؟ هو اخواتها هتاخدي برضو بالك نفس منها ازاي؟ الطريقة، كلهم جمباز؟ كلهم عندها اخوات قد ايه؟ 4 سنين و3 سنين برضو دخلوا السنة دي جمباز. لا هو لازم الرياضة دي، لازم اول حاجة الرياضة بتخلي الطفل يخرج من مود ان هو عايز يخرج، عايز يتفسح، تخليه بيخرج بياخد استباته الصح، رياضة ومذاكرة ونشاط. الصبح بدري اصحى اغسل وشي، الحق اعمل هوم وورك، الحق اعمل تمريني بسرعة، الفتنس بتاعي بتخليها موديل، تاخد اصول اتيكيت جوه يعني في النادي عندهم بيدوهم باليهات قبل الاساسي بتاعهم، اساس ان هي تبقى حركاتها مشيتها تاخد جو ان هي بنوته كلاسيك كده. اكيد ساندري، انت في التمرين بيطلبوا منك ان انت تاكلي اكل معين في البيت، ان انت تحافظي على وزن معين، بيقولوا لك تاكلي ايه وما تاكليش ايه؟ بيقولوا لي اكل كوكي بروتين يعني. وبتاخدي بالك بقى ان انت ما تتخنيش وان جسمك يبقى كويس عشان يبقى فيه مرونة وكده، صحيح؟ تاخدي بالك من اكلهم في السن الصغير ده؟ المفروض يعني انه والثلاث سنين واربع سنين مش سهل تتحكمي بيبقى فيه. حاجات بسيطه يعني، بس هي اهم حاجه ان هي تنتظم في المواعيد، يعني مواعيد اكلها يبقى منتظم، الصبح يعني الصبح، العصر يعني العصر، العشاء يعني العشاء، وخلاص. والبين الاوقات بيبقى فاكهه، اكتر من كده متهيليش انه بيبقى ليه لازمه يعني فايده، لان هي كده كده اوريدي ممكن مع الوقت تتخن، فلازم جسمها يبقى دايما في وزن معين بيقيسوه هم. بس ساندري، دي الميداليات اللي انت خدتيها، توريها لنا كده. بس دول اكتر من 5 صح؟ في 2 شرفية، في حاجات كده جت زيادة. دول المفروض ان هي دي ودي شرفية، بيبقوا شرفية ان هي بما انها حضرت والتزمت وكملت لاخر، قبلت الخسارة وقبلت المكسب، بيعتبروها ان هي استنت من اول اليوم، لانه طبعا بيبقى يوم بالنسبه لطفله شقه، تصحى من الساعه 8 تفضل ممكن موجوده في البطوله للساعه 9 و10. طب وموضوع النوم ده بقى في الايام العاديه، يعني ان هي بتتدرب وقت طويل في اليوم وتقولي بتعمل واجب وبتعمل حاجات في الوسط، اكيد بتروح متاخر، بتنام امتى وبتستعيد نشاطها مره تانية امتى؟ بتبتدي صحيان من الساعه 5 6 الصبح، سواء كان في مدرسه او ما فيش مدرسه، وده في الصيف او في الشتاء. بعد كده بتبتدي تروح المدرسه، تخلص اليوم بتاعها كله، تخلص على الساعه 3، تلحق تاكل في العربيه، ده بالنسبه لي انا في العربيه في النادي. بعد كده بتريح، تاخد الليمون بتاع العصير بتاعها، وتلحق تحل الهوم ورك بتاعها، وبالنسبه لها الهوم ورك ده بيبقى سهل جدا. مش بس علشان هي كطفلة، لا يعني الأسلوب البني آدم الرياضي بيخليه مركز، زي ما قلنا في الأول كده، العقل السليم في الجسم السليم. بالظبط، بتخليها مركزة، يعني هي أهم حاجة عندها أني أنا بقى مركزة في رياضتي، في مدرستي، في مذاكرتي. التركيز هو اللي بيخلي الطفل إزاي يبقى سليم في المستقبل، ولازم برضو لما يجي يشتغل يبقى مركز. أكيد طبعا، يعني انا بحييكي ان انت قادره يعني تتواصلي معاها ومع اخواتها، وان انت اتليست بتحضريهم ان هم يوصلوا لبطولات عالميه. يعني هي بتساعدني ما شاء الله. ساندري يا عاصم محمد، بطلتنا في جمباز الايقاعي، يعني انا نفسي يا رب تاخدي كل البطولات اللي تقدري عليها في الفتره الجايه، والبطوله الجايه دي الجمهوريه ان شاء الله تكسبي فيها، ومنورتينا، هشوفك قريب بقى. ميرسي. صحيح، اي كلمه كده بس، قولي لنا باي باي، اي حاجه حتى، قولي ميرسي. اكيد استاذه خلود، بشكرك ان شاء الله، وان شاء الله مبارك لك قريب. ميرسي قوي يا فندم. ميرسي. مشاهدينا استنوا معانا، لسه معانا فقرات جايه في نهارك سعيد، بس معانا تقرير دلوقتي، التقرير عن مؤتمر امراض شبكيه العين. المؤتمر ده تناول احدث طرق العلاج واحدث ما توصل اليه خبراء في مجال علاج والوقايه من امراض شبكيه العين. كاميرا نهارك سعيد كانت موجوده هناك، هنشوف ايه اللي جابته لنا.